بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في محاضرتنا الأخيرة على مرونة العرض، وزي ما قلنا قبل كده احنا لما جينا نتكلم على مرونة الطلب قلنا فكرة المرونة نفسها. المرونة انا من وجهة نظر ان هي بتفترض وجود علاقة برضو ما بين اتنين. يبقى انا عمري ما هكون مرن الا اذا كان الطرف اللي قدامي هيحكم عليا بالايه، بفكرة المرونة دي. لكن هل انا هكون مرن مع نفسي؟ لا، انا دلوقتي بتعامل مع اشخاص اخرين فهم اللي هيحكموا عليا. ممكن حد يحكم عليا ان انا مرن جدا، ممكن يحكم عليا ان انا غير مرن، ممكن يحكم عليا ان انا متكافئ المرونة. ومن هنا بقى فانا عندي مرونة العرض بقى معناها ايه. مرونة العرض معناها مدى استجابة التغير. يعني الشخص المرن ده شخص بيستجيب، للاخرين، بس الاستجابة مختلفة. مرونة العرض معناها مرونة عرض السلعة هي مدى استجابة التغير في الكمية المعروضة للتغير في الثمن. مدى استجابة التغير في الكمية المعروضة للتغير في الثمن. كل الثمن ما بيزيد، كل ما الاستجابة في التغير في الكمية المعروضة هتتغير برضو مع فكرة الايه، او يعني هتستجيب الكمية المعروضة للزيادة بتاعة التمن او للانخفاض بتاع التمن. طيب بعد كده انا بتكلم في مفاهيم سريعة بس تتناسب مع الظروف الحالية والوضع الحالي. عندي بعد كده ايه هي حالات مرونة الايه العرض. كان عندي برضو لما جينا نتكلم على مرونة الايه الطلب اتكلمنا على الحالات بتاعة مرونة الطلب، هي نفس الحالات بتاعة مرونة الايه العرض. انا عندي العرض المرن، كان عندي هناك برضو الطلب المرن، وعندي هنا العرض غير الايه المرن، وعندي العرض متكافئ المرونة، وعندي العرض عديم المرونة. طيب ايه هو بقى العرض المرن؟ احنا بنتكلم على نقطة من الحاجات المهمة وهي فكرة المرونة. فدلوقتي تعريفنا هيكون للايه، للعرض المرن. العرض المرن هو التغير، يعني اذا كان التغير النسبي في الكمية المعروضة من السلعة اكبر من التغير النسبي في ثمن السلعة، وده زي ما قلناه برضو في الايه، في فكرة الطلب المرن. لما جينا نقول اذا كان التغير النسبي في الكمية المطلوبة من السلعة اكبر من التغير النسبي في ثمن السلعة، نكون هنا قصاد ايه، طلب مرن. احنا هنا دلوقتي بنتكلم على العرض، فبنقول اذا كان التغير النسبي في الكمية المعروضة من السلعة اكبر من التغير النسبي في ثمن السلعة، هنا نكون قدام عرض مرن. طيب اذا كان العرض غير مرن، امتى العرض يكون غير مرن؟ اذا كان التغير، هنا بقى عكس الكلام بتاع الطلب المرن، إذا كان التغير النسبي في الكمية المعروضة من السلعة أقل من التغير النسبي في ثمن السلعة، إحنا هنا نكون قدام عرض غير مرن. وده على عكس العرض المرن اللي هو التغير في النسبي في الكمية المعروضة أكبر من التغير النسبي في ثمن السلعة. إمتى نكون قدام عرض متكافئ؟ متكافئ المرونة. امتى هنكون قدام عرض متكافئ المرونة؟ اذا كنا في ظل العرض المرن، التغير النسبي في الكمية المعروضة اكبر من التغير النسبي في الايه، في سعر السلعة، وفي العرض غير المرن اقل، التغير النسبي في الكمية المعروضة اقل من التغير في ثمن الايه السلعة، احنا هنا قدام عرض متكافئ، يعني فيه تساوي. يبقى معناه ايه؟ يكون العرض هنا متكافئ المرونة امتى؟ اذا كان التغير النسبي في الكمية المعروضة من السلعة تساوي التغير النسبي في ثمن الايه؟ في ثمن السلعة. طيب امتى يكون العرض عديم المرونة بقى؟ اذا لم تتأثر الكمية المعروضة، يقول لك واحد عديم المرونة، يعني عديم الاستجابة، مهما تتحايل عليه، مهما تقول له اي حاجة هو مش مستجيب ليك، وده بنسميه عديم المرونة. إذا إمتى يكون العرض عديم المرونة؟ إذا لم تتأثر الكمية المعروضة من السلعة بأي تغير يحدث في ثمن السلعة. السلعة بتزيد، السلعة تمنها بيقل، كل ده ما يأثرش على الإيه؟ على الكمية المعروضة، لا بالزيادة ولا بالإيه؟ ولا بالنقصان.
شكرا، وبكده نكون أنهينا محاضرتنا، وفي لقاء آخر إن شاء الله.